الفنان بقى احمد حلمي اعلن عن تحضيره بقى للجزء الثاني من فيلم كده رضا، واكد كمان ان بقى سيناريو الفيلم في مرحله الكتابه، والموضوع بدا لما واحد يعني من المتابعين لحلمي كتب له وقال له على الانستجرام ما تعمل بقى جزء تاني من فيلم كده رضا، وعلى طول حلمي رد عليه وقال له هيحصل ان شاء الله، والناس كتيره جدا سالتني وهنلبي ان شاء الله يعني رغباتهم، واكيد دلوقتي الفيلم بيتكتب في الفتره الحاليه يعني. اكيد طبعا خبر سعيد جدا، واحنا كمان منتظرين عرض الفيلم، وان شاء الله يكسر الدنيا زي ما الجزء الاول اكيد يعني كسر الدنيا، ودايما اعمال الفنان والنجم الكبير احمد حلمي بيكون ليها طابع كده ايه ومذاق خاص يعني، وان شاء الله برضو الجزء الثاني من الفيلم يكسر الدنيا يا حلمي. الفنان احمد شيبه بقى خلاص طرح اغنيه جديده وهي اسمها من كتر ما انا شفت، وهي أغنية شعبية جديدة.